بصوا بسم الله ما شاء الله التسوية، بصوا كله ما شاء الله، بصوا كله بسم الله ما شاء الله، بصي التسوية كلها عشان ما تقولوش بس نقيت واحدة للتصوير، بصوا كله بسم الله ما شاء الله جميل، جربوها هيعجبكم ان شاء الله. بصوا حبيبي، بصوا وطري طري وجميل، يا رب يكون عجبكم. تعمليه ببيتك بمقادير مظبوطة ونظافة وطعم حكاية، وبنص كيلو دقيق هتعملي 65 وحدة بوريك، والله 65 وحدة بوريك هتعملي. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير من أكل التيتا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل بروك الأفران، طعمه جميل وحلو وأنضف من بره وأوفر وهيعجبكم قوي. بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد، وتنزلوا تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، وبشكر كل اللي اشترك معايا ودعمني، جزاك الله كل خير. نبتدي بقى، هنعمل النهاردة بوريك الأفران حلو قوي. المقادير بتاعته معايا كوباية مية، معايا معلقتين ونص صلصة، معايا كوباية إلا ربع زيت على سمنة، حابة تعمليه بسمنة بس، حابة تعمليه بزيت بس، انا هنا عاملاه سمنة على زيت، اللي يريحك اشتغلي بيه. ومعايا 3 معالق سكر، ومعايا معلقة كبيرة خميرة، ومعايا ذرة ملح يعني ربع معلقة. والوش بقى انا معايا صفار بيضة، لو عايزة تحطي البياض البيضة اللي يريحك او البيضة كاملة، انا هحط صفار البيضة، معلقة لبن وباكو فانيلي، ومعايا نص كيلو دقيق. نبتدي على بركة الله. هنجيب هنا كوباية مية تكون دافية، وهنحط السمنة على الزيت زي ما قلت لكم، حابين زيت حابين سمنة، حبيت زيت على سمنة زي ما انا عاملة اللي يعجبكم. وهنحط هنا معلقة الخميرة، وهنحط هنا 3 معالق سكر، وهحط هنا الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبين كويس. تفضلي تقلبي بيهم لغاية ما يتجانسوا كلهم مع بعض. بالنسبة للصلصة، الصلصة تتحط في المرحلة دي، السوائل كلها تتحط في المرحلة دي، ما ينفعش تحطي الصلصة بعد ما تحطي الدقيق، هتعجن كده في الدقيق ومش هتديكي نتيجة حلوة، ودي هيتقل منك. فهو الصلصة تتحط في المرحلة دي، السوائل كلها هتتحط في المرحلة دي. تقلبيها كويس لغاية ما كله يدوب. هنيجي هنا بقى نروح حاطين الدقيق. احنا عايزين عجينة طرية ما بتلزقش، تلميها كده بمعلقة بالمضرب اللي يريحك لغاية ما تاخدي عجينة طرية حلوة. وهنحط هنا بقى شوية الملح، ونكمل عجن بقى بإيدينا. بسم الله. تفضلي بقى تعجني فيها شوية حلوين في الطبق، حابة ان انتي تعجنيها على الرخامة اعجنيها، حابة تكملي عجنها في الطبق اعجنيها بنفس الطريقة. عجينة جميلة ومعجنات تستحق ان انت تجربيها. تفضلي تعجني فيها كده شوية حلوين لغاية ما تاخدي عجينة حلوة طرية ما بتلزقش.
انا عجنتها كويس. بصوا عجينه انا عايزاها كده، بصوا ما بتلزقش، عجينه حلوه ما بتلزقش. هركنها دلوقتي بقى، عجينه البراد ما بتخمرش، هسيبها بس 5 دقايق كده 7 دقايق ترتاح ونشكلها. دلوقتي حبايبي احنا سيبنا العجينه ارتاحت 5 دقايق، ما سيبناهاش تخمر. في طريقتين لتشكيل البوريك، يا تقطعي كور لو عندك ميزان حساس او انت تعرفي تظبطي الكور، كل كوره 25 جرام، او تظبطي الحجم كله يبقى زي واحد كل واحد، بحيث ان انت يطلع في الاخر شكل مظبوط كله يعني مقاس واحد. لا اما بتاخدي عجينه كده بنفردها زي ما انا هعمل واقسمها بالكوبايات. بصوا حبايبي كده، بسم الله، ما تفردوهاش قوي عشان ما تبقاش رفيعه، من غير ما تحطيت ولا زيت ولا دقيق هي هتتفرد معانا، ما تفردهاش قوي. وهتجيبوا كوباية الحجم اللي انتوا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي كده نبططها حاجات بسيطة بصباعينا، وهنحط في كل واحدة قطعة جبنة. تحطي بقى بتحبي الجبنة كتير قليل، على حسب ايه المذاق اللي ايه اللي بياكل. وهنيجي كده هنبره، يا رب يكون واضح، وتقفلي كويس. هي بتتقفل بكل سهولة ما شاء الله، العجينة طرية وحلو. بص حبيبي نعمل كمان واحدة، هنقفلها ونجيب من هنا. بحيث ان هي تقريبا يبقى كله حجم واحد، ما تبقاش واحدة صغيرة واحدة كبيرة. لو عندكم ميزان بقى حساس كوروا كل كرة 25 جرام واعملوها، هتطلع معاكم كلها حجم واحد بإذن الله. وفي الآخر أهم حاجة الشكل والطعم. بس حبيبي حاولوا الجبنة ما تبقاش باينة عشان ما تتحرقش، تكون من جوه. وحاولوا تظبطوها كده بحيث يكون كله مقاس واحد. بس حبايبي العجينة ما شاء الله جميلة. هوريكم الطريقة اللي هي لو انت عندك ميزان حساس تقطعي كور كل كورة 25 جرام وتعمليها، ما عندكيش هتعملي هتفردي كده على صينية، هتفردي على صينية وتقطعي بقى بقطاعة بكوباية زي ما انا هعمل، يعني مش مشكلة لو ما عندكيش الميزان الحساس، مش حكاية، احنا ممكن نعمل كل حاجة من غير ما تكون بعض الاجهزة موجودة. احنا كل حاجة كنا بنعملها الاول من غير اجهزة. حاولي بس ان انت تفردي العجينة قدر الامكان مقاس واحد كلها، عشان بالتقريب كده تطلع لك كلها مقاس واحد. وهنقطع كده، شيلي الزيادة وهندوس كده دوسة خفيفة. دي رفيعة، وهنحط بقى ايه مقدار الجبنة اللي انت عايزاه.
عايزة جبنة كتير جبنة قليلة على حسب ما انتي بتاكلي، بس هي اللقمة صغيرة ما بتحتاجش جبنة كتير. ما شاء الله نص كيلو عمل لي كمية كبيرة، بسم الله والله احلى من بره. يا ريت يا حبايبي تشجعوني بلايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. بصوا ولو عايزه تظبطي الطول اللي عشان ما يطولش منك على صباعك كده، تظبطي الطول بتاعه. اهم حاجه نقفل كده عشان ما تفكش. ونظبط كده طول اللي لو ما عندكيش ميزان حساس تظبطي كده، هيطلع معاكي مظبوط خالص. هنيجي كده نروح تانيينها. اكملها بقى وارجع لك. دي بقى اللي هي اخر حتة. لو انت عايزة تعملي اللي هي النظام ده كده كور، تظبطي ايدك فيها لو عايزة تقطعيها كور، ما تفرديهاش كده بالنشابة وتقطعي حتة حتة، برضو هتديكي شكل حلو. اهم حاجه تظبطي الكور عشان تبقى تقريبا ايه مقاس واحد. اهم حاجه تقفله كويس من تحت عشان ما يتفتحش منكم ويبقى شكلها مش حلو. وكده انا شكلت البوريك، هسيبه بقى نص ساعه يخمر ونرجع بقى ايه ندهن الوش وندخله الفرن. كده البوريك خمر معانا، هنعمل بقى اللي هو اللي على الوش. احنا كده زي ما قلت لكم حطيت معلقه لبن وهحط بيضه. عايزين تحطوا الصفار بس حطوا، عايزين تحطوا البيض البيض الصفار لوحده اللي يريحكم، مش عايزين تحطوا خالص بيض وتكتفوا بمعلقه لبن وفانيليا زي ما انتوا عايزين وبتحبوا تحطوا على وش المعجنات. هناخد كده خلي بالكم ما تخلوش حاجة تنزل على الصينية عشان ما تتحرقش، وتدهنوها كده. طبعا انتوا لو عملتوها قطعتوها بمقدار كده على الميزان الحساس هتطلع كلها مقاس واحد، بس طبعا مش مشكلة بالنسبة اللي هو ما عندهاش الميزان الحساس، دي مش مشكلة. قطعي كده بالتقريب وظبطي حاجتك واعملي اللي انت عايزاه، مش شرط يكون عندنا الاجهزة كلها عشان نعمل حاجتنا. انا هحط سمسم، لو عايزة تحطي حبة البركة حطي، انا مرة بحطي كده ومرة بحطي كده.
البيض الدلة مش مشكلة. هكمل بقى بقية الصاج وارجع لكم. الكريمة بيصور بيصور صوت تسوية جميل في منتهى الجمال تحفة أحلى والله من اللي في الفرن وأنضف وأوفر. يعني بصوا كل ده نص كيلو ولسه في صينية في الفرن. بصوا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم بصوا في منتهى الجمال بصوا طري وجميل. امشوا انتوا على الخطوات وهيطلع معاكم زي الفل. ساريت حبايبي تدعموني كده بلايك وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. وشكرا لكل اشترك معي ودعمني. جزاك الله كل خير. وادي الصينية التانية جميلة في منتهى الجمال. يا رب يكون عجبكم. وبكده نكون خلص البرك بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوليش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. سلام عليكم.